السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أولادي وبناتي أبطال وشطرات الصف الثالث الثانوي. هنحل مع بعض النهاردة Exercise 1، درس Differentiation of Trigonometric Functions. درس ال Differentiation of Trigonometric Functions بيتكلم على ال Derivative، على Rules of Derivative اللي خدناها في Secondary 2، بيتكلم على Derivative of Trigonometric Functions. هنبدأ نفكر بالراحة، وعايزكم تبدأوا معايا بما إن إحنا بنبدأ بأول درس. إحنا مش بنشرح، يعني أنا هنا ما عنديش شرح، لو نزلت أجزاء شرح هتبقى مستقلة، مش مالهاش دعوة في الحل. إحنا بنحل الأسئلة، فأنت لازم تيجي تكون فاهم الدرس، لازم تكون أخدت الدرس، أخدت المين رولز عشان تبقى عارف أنت بتطبق إزاي. طب أنا هستفيد إيه يا مستر هنا من المتابعة؟ هتستفيد إنك أنت هتشوف الحل بطرق مختلفة، هتشوف الحل بطرق أو هنفكر أو هنناقش مهارات التفكير علشان نحل. طيب هنحل ايه برضو علشان نبقى عارفين، لان احنا بنتكلم على اول درس في المنهج. هنحل كل الاكسرسايز في كتاب المعاصر، كل اسئله الام اس كيو، وبعض الاسئله اللي فيها جرافز، والاسئله اللي فيها افكار مهمه ممكن تتضمنها الامتحانات. بعد كده ان شاء الله هيبقى في فيديوز للريفيجن، فيديوز للسامري على كل شابتر من الشابترز بعد ما نخلصها. بس انا اللي يهمني انك انت ما تتفرجش على حاجه بدون ما تشتغل وتشغل ايدك في الحل. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم مع أول سؤال. بيقول لي if f of x equal to tan 5x minus pi then f dash of pi over 4. السؤال ده بيتحل مباشرة بالكالكوليتر، وهوريك دلوقتي الطريقة، ولكن أنا عايزك تتعلم تحل بإيدك علشان لما يغير الأسئلة تبدأ تحل. ملاحظة مهمة جدا عايز أقولها لابني وبنتي حبايبي في بداية السنة، ما تضحكش على نفسك وتتبع في طرق مختصرة للحل بالكالكوليترز كتير، هنقولها وهنحل بيها، لكن ما تضحكش على نفسك وتتعلم كده، لأن في الآخر في الامتحان على فكرة مش هقولك إنه معظم الامتحان ما بيتحلش بالكالكوليتر، بس أنا عايز أقولك إنه غالبية الامتحان مش هتعرف تستخدم الكالكوليتر فيها حتى لو كان بيتحل بالكالكوليتر إلا لما تكون فاهم. فأنت افهم طريقة الحل العادية مانيوالي وبعدين نروح للكالكوليتر. أولاً ديريفيتيف الكوتان بنيجاتيف كوسيك باور 2 الانجل اللي هي 5x ماينس باي، وطبعا علشان انت شاطر وامور فاكر انه في تايمز ديريفيتيف الانجل، ديريفيتيف الانجل ب 5 يبقى في هنا ايه؟ 5، يبقى نيجاتيف 5 كوسيك باور 2 الكلام ده. يعني نيجاتيف 5 كوسيك باور 2، وخلي بالك يا جميل، انت عندك هنا باي اوفر 4 هتعمل لها تايمز كام؟ تايمز 5، فهتبقى 5 ليه؟ عشان انت الاكس هتشيلها وتحط باي اوفر 4، يبقى 5 باي اوفر 4 ماينس باي، اللي هي دي كلها لو حسبتها هتطلع بباي اوفر 4، وكوسيك كوسيك باي اوفر 4 بروت 2. طب جت منين؟ انت عارف ان الكوسيك دي مقلوب الساين، الباي اوفر 4 دي اللي هي 45، فالكوسيك بتاعها بروت 2 اللي هو مقلوب ال 1 اوفر روت 2. لما تعمل لها باور 2 هتبقى كام يا جميل؟ هتبقى 2 اللي هي روت 2 باور 2 ب 2 تايمز النيجاتيف 5، يبقى نيجاتيف 10، يبقى الإجابة الأولى عندنا دي. طب بالكالكوليتر يا مستر؟ حاضر يا قلب المستر، شوف أنت هتجيب الكالكوليتر الجميلة بتاعتك كده وتبدأ تطبق عليها بشكل مباشر. أهو هتيجي عادي، هتروح قايل لي ديريفيتيف. طبعًا في حاجة مهمة جدًا قبل ما تعمل ديريفيتيف أو يعني الديفرنشيشن والانتجريشن وكل الكلام الجميل ده، انت لازم تحول الكالكوليتر لراد، فاعمل شيفت مود واحولها لراد اللي هو نمبر 4. بعدين هروح اعمل شيفت انتجريشن عشان يديني الديريفيتيف، دي الشيفت ودي الانتجريشن. كده انا هالديريفيتيف. مستر انا مش بعرف اكتب كوتان، والله ولا انا، بس بعمل ايه؟ بعمل 1 اوفر واروح كاتب تحت تان. يبقى انت اتعلمت ان الكوتان لما تيجي تكتبها على الكالكوليتر هتعمل 1 اوفر تان، السيك 1 اوفر كوساين والكوسيك 1 اوفر ساين. وهكتب الكلام ده 5x، ادي 5 وادي الاكس الجميله بتاعتنا اهي، ماينس باي ادي ماينس وادي الباي اللي هي شيفت باي. تمام تمام يا جميل، ما تنساش تقفل البراكتس بتاع التان بتاع التان. وبعدين هتروح تحط الفاليو بتاعت التان هي باي اوفر 4، ادي الشيفت وادي باي وادي اوفر 4، وهتعمل ايكوال جميله هيديك نيجاتيف 10 بشكل مباشر. واحد هيقول لي يا مستر طب ما هي سهله اهي، والله يا حبيب قلبي هتحتاج انك تفهم الستبس دي علشان تعرف تشتغل. السؤال اللي بعده بيقول y equal، طبعا برضو بنبه علشان احنا في بدايه المنهج بتاعنا هتلاقيني دايما بحذر، اوعى تكون بتتفرج قبل ما تحل، لازم تحل وبعدين شوف الفيديو واستفيد منه.
y equal cosec 2x dy over dx لما طيب الكلام ده خلاص انا هعمله بالكالكوليتر مباشره، بس انا عايز احله عادي عادي. الكوسيك 2x دي اللي هي نيجاتيف 2 اللي هي ديريفيتيف الانجل، والكوسيك ديريفيتيفها بكوسيك 2x كوتان 2x، لان ديريفيتيف الكوسيك بنيجاتيف كوسيك كوتان. طب ادي نيجاتيف 2 كوسيك 2x، خلي بالك هي باي اوفر 6 دي اللي هي كام كده؟ نبدا بقى نشغل دماغنا ونبعد عن الكالكوليتر خالص. الباي اوفر 6 دي اللي هي 30، طيب 2x هتبقى 30 تايمز 2 يعني 60. طب 60 حلو، انت عرفت ال 60 دي ايه؟ دي كوسك اللي هي مقلوب الساين، ايوه يعني 1 اوفر ساين ال 60. 1 اوفر ساين ال 60 اللي هي عباره عن ايه؟ اه ساين ال 60 بروت 3 اوفر 2، يبقى دي هتبقى عباره عن 2 اوفر روت 3، ادي 2 وادي اوفر روت 3 تايمز كوتان. حلو جميل، كوتان مين؟ ال 2x اللي هي ال 60، كوتان ال 2x اللي هي مقلوب التان، مقلوب التان، كوتان ال 60 بروت 3 يبقى الكوتان ب 1 اوفر روت 3، يبقى ادي 1 اوفر روت 3. طبعا الكلام ده علشان انت ولد شاطر وامور هتعمله على الكالكليتر او بدماغك او باي حاجه، هيطلع لك نيجاتيف 4 اوفر 3 اللي هو الاختيار مين؟ بي. طيب يا جميل الملامح، انا عايز اكتب الكالكليتر، هتكتب عادي، هتعمل ديريفيتيف تحولها راد، وهتعمل 1 اوفر ساين وتكتب 2x وتكتب الباي اوفر 6 هتطلع لك بنفس الاجابه. f of x equals sec power 2 minus tan power 2. بص يا جميل، انا قلت لك وانا بشرح الدرس انك اهم حاجه تعملها انك تكون ذكي وتوفر على نفسك وقت. قبل ما تعمل ديريفيتيف او انتجريشن دور على سمبليفاي، لو في سمبليفاي هعمله، لو ما فيش يبقى هبدا اشتغل. طيب الرولز بتاعت السمبليفاي، انت محتاج ترجع للشرح وتشوف الرولز بتاعت التريجنومتريك فانكشنز كلها والتريجنومتريك ايدنتيتيز كلها عشان تعرف تستخدمها. فانا عندي هنا كنت بقول لما كنت بشرح انك لما بتشوف السيك باور 2 والتان باور 2 لنفس الانجل في السؤال يبقى في اختصاره، لما تشوف كوسيك باور 2 وكوتان باور 2 يبقى في اختصاره، لما تشوف ساين باور 2 وكوساين باور 2 يبقى في اختصار. ايه الاختصارات اللي عندنا؟ ان السيك باور 2 equals 1 plus tan باور 2 او tan باور 2 plus 1 مش هتفرق، minus tan باور 2 اهي زي ما هي. يا مستر انت بتعمل ايه؟ مالكش دعوه يا عم، انا قلت لك عايزين نختصر علشان نوصل للحل. فانا السيك باور 2 دي هشيلها واحط الفاليو بتاعتها اللي هي 1 plus tan باور 2 والماينس tan باور 2 زي ما هي، راحوا مع بعض مع الف سلامه يا جميل والقلب داعي لك. فضل عندي ايه؟ ان الاف اوف اكس اصلا ايكوالز ده كله هتشيله وتحط 1. طب ديريفيتيف ال1 مالكش دعوه بقى، ديريفيتيف ال1 اصلا بزيرو وات ايفر ما كانت الفاليو اللي كانت قدامي دي خالص، يبقى السؤال خلص. السؤال اللي بعده اللي هو f of x equal 5 minus 2 cotan power all power 3. طبعا سؤال زي ده لما يجي لك في الامتحان هتحله بالكالكليتر، وانا مش هحل بالكالكليتر لان انا حليت. طب امال هنعمل ايه؟ هنحله بالستبس. هنا في all power 3، نزل لي الباور 3 هنعمل ديريفيتيف. طبعا انت عارف ديريفيتيف للبراكتس all power حاجه هو عباره عن ايه؟ 3 5 minus 2 cotan x all power 2 times derivative اللي جوه البراكتس. يلا بقى يا جميل، derivative اللي جوه البراكتس ده حاجه جميله جدا، نيجاتيف 2 كوتان، ادي نيجاتيف ومالكش دعوه ما تزعلش ان انا كتبتها هنشيلها دلوقتي، وادي 2 والكوتان دي derivativeها بكوسيك باور 2 اكس. سامعك يا اللي بتقول لي نيجاتيف كوسيك باور 2، صح نيجاتيف مع النيجاتيف دي بقت بوزيتيف. طيب ما تكتبهاش خالص عشان ما حدش يقول لي بلس، ده تايمز ده. حضرتك هتروح تعمل سبستيتيوت للاكس باي اوفر 4، يبقى الاكس باي اوفر 4. خلي بالك بقى انه انت محتاج مين؟ الكوتان والكوسيك. لو انت شاطر هتقول لي ان كوتان الباي اوفر 4 ايكوالز 1 وكوسيك الباي اوفر 4 ايكوالز روت 2 اللي هي مقلوب الساين ده احنا قلناها كتير. فانا هاجي هقول له ان الكلام ده يا جميل ايكوالز 3 5 ماينس 2 تايمز 1 يبقى ماينس 2 اول باور 2. وهنا عندك ايه يا جميل؟ مفيش بقى لا بوزيتيف ولا نيجاتيف، في 2 وكوسيك باور 2 يعني روت 2 باور 2 اللي هي ب 2. يا سلام على الجمال ده، ايه الجمال ده؟ 5 ماينس 2 ب 3 باور 2 يعني 9 تايمز 3 ب 27 تايمز 4 ب 108، او لو حسبت على الكالكوليتر ان شاء الله ربنا هيسترنا وتطلع الاجابه لذيذه. السؤال اللي بعده اللي هو question number 5. y equal sin x minus 1 over 3 sin power 3x. طبعا الناس اللي كانوا في السيشن شافوا انه ده السؤال كان اعتقد بنفس ارقامه في الهوم ورك او في الشرح. طب
derivative ال dy over dx equals mean power 3. طب ما نجيب الأول ال derivative وبعدين نشوف قصة ال power 3 دي. derivative الساين يا جميل الملامح بكوساين x، أنا موافق وأنت أكيد مش هترفض. و third sin 3x دي عبارة عن 3 times third 1، يبقى عندك sin power 2x times derivative trigonometric function، وأنا هشرح لك القصة دي دلوقتي. derivative الساين بكوساين يبقى أدي كوساين x. حاضر يا جميل؟ أنا موافق. هنعمل إيه تاني؟ هاخد كوساين كومن فاكتور، أدي كوساين x كومن فاكتور هيفضل 1 minus sin power 2x. يا نهار أبيض، السؤال اتحل. مش ال 1 minus sin power 2 ده بكوساين باور 2؟ هتشيل ده وتحط كوساين باور 2 تايمز الكوساين، يبقى هيبقى كوساين باور 3x. شوف بقى الكارثة اللي ممكن تحصل لك في الامتحان. يكون في الاختيارات كوساين باور 3x وتروح تختارها غلط. ليه؟ لأنه قايل لك سبيس باور 3، فأنت هتيجي هنا وتقول له كوساين x هي اللي باور 3. طيب أنا كنت قلت لك إن أنا هشرح لك حاجة مهمة هنا، صح؟ أنا مش هضحك عليك، هقول لك أهو، مش هاجري. بص يا سيدي، أنت لازم تكون ذكي وعبقري وما حصلتش وفاهم حاجة. أنت لما بيكون عندك مثلا ساين 2x، ولما يكون عندك ساين باور 3x، ولما يكون عندك ساين باور 3 2x، إيه الفرق بين ده وده وده؟ كنا بنقول إن دي just one derivative. لا، في derivative الانجل وفي derivative الساين، يبقى دي two derivatives. ودي two derivatives اللي هو derivative الباور وderivative الساين، اللي هي derivative هنا الانجل والtrigonometric function، هنا الباور والtrigonometric function. انما هنا يا جميل الملامح الباور والtrigonometric function والانجل، يعني في three derivatives. طب هنا بتتحل ازاي؟ بنقول derivative الانجل اللي هي 2 وderivative الساين بكوساين 2x. هنا derivative الباور اللي هو 3 sin باور 2x، في derivative الساين نفسها اللي هي كوساين x. طب هنا بقى يا جميل، هنا 3 derivatives. اول واحد اللي هو derivative الانجل 2، وبعدين derivative الباور اللي هي تنزل 3 تبقى times 3 sin باور 2x، سوري 2x لان الانجل ما بتتغيرش، times derivative الساين اللي هي كوساين 2x. طبعا ما تنساش انك في simplification لازم تعمله، هتاخد 3 times 2 ب6 sin باور 2 2x وساين 2x. وخلي بالك انك ممكن تلاقي اشكال مختلفه بقى في السمبليفيكيشن ليها علاقه بالرولز بتاعت الترجنومتري. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده. ماذا لدينا هنا؟ هنا tan x plus 1 over 3 tan باور 3x. نفس الفكره، يا ريت تكون وقفت الفيديو ورحت حليت وجاي تتاكد من حلك. tan x derivative بتاعها ب 6 باور 2x، و third tan باور 3 3 times third 1 يبقى plus 1 times tan، ما تنساش ان هي باور 2x. بس كده؟ لا، اوعى، لسه في derivative التان نفسها اللي هي 6 باور 2x. على نفس الكلام ده هاخد منه 6 common factor، 6 باور 2x common factor يفضل 1 plus tan باور 2x، و 1 plus tan باور 2 ب 6 باور 2، يبقى دي sec باور 2 تايمز sec باور 2 بsec باور 4، يبقى انت عندك هنا sec الاكس، يعني هتختار sec الاكس. لاحظ ان الافكار متكرره، الافكار محتاجه منك تشغيل دماغ ومحتاج منك انك انت تتفرج. طب انا عايز اقول نصيحه لاولادي وحبايبي وبناتي الشطورات على حاجه مهمه هنا. واحد بيقول لي طب ما انا عرفت احل الاسئله دي كلها، اروح اضيع وقت واتفرج على الفيديو ليه؟ والله العظيم ما بتضيع وقت، والله العظيم انا مش هستفيد انك انت تضيع وقتك خالص، لكن انا هستفيد حاجه مهمه جدا انك انت تشوف الحل وتشوف الدسكشن اللي بيحصل وتشوف طريقه الحل. قد تستفيد وقد تفرح انك انت تكون عندك طريقه اسهل وحلوه احسن من اللي انا عملته، فتستفيد انك انت يعني تعزز افكارك وتقتنع بقدراتك بشكل اكبر. فدايما لما تكون تشوف فيديو لاي مدرس بيشرح، شوف كل حاجه، ما تدورش على اللي انت عايزه بالظبط، دور على اللي انت عايزه بالظبط. ده لما تكون بترافجن وعندك بكره الصبح امتحان وعايز تلحق تخلص. ساين اكس sec 2x. بص يا جميل الملامح، واحد يقول لي ما هي دي ساين على كوساين 2x وبعدين نبدا نشتغل. لا خالص، ده multiply of functions. ديريفيتيف الاولاني في الثاني بلس ديريفيتيف الثاني في الاولاني. ديريفيتيف الاولاني بكوساين x sec 2x بلس ديريفيتيف الثاني اللي هي 2 عشان ديريفيتيف الانجل، والsec ديريفيتيفها بsec x tan x
في الأولاني اللي هو ساين إكس، حاضر أنا لحد الآن موافق على كل حاجة حصلت. خلص الكلام؟ لا، هو بيقول لي اف داش للزيرو. طبعا في سيمبليفيكيشن هنا، ممكن يقابلني سيمبليفيكيشن بس انا مش عايز. اف داش اوف زيرو يعني لما الاكس بزيرو، كوساين الزيرو ب1 ادي 1 تايمز سيك زيرو اللي هي 1 اوفر كوساين الزيرو ب1 يبقى 1 بلس. ليه تقول لي دي زيرو دي زيرو؟ عشان دي اكس يعني زيرو، دي 2 اكس يعني 2 تايمز زيرو برضه بزيرو، 2 سيك اكس. فهقول برضو ما انا لسه قايل انه سيك الزيرو ب1 يبقى 2 تايمز 1 ب2، وتان الزيرو بزيرو بس كده، يبقى الباقي ده كله بزيرو لان ساين الزيرو بزيرو وتان الزيرو بزيرو، فده كله بزيرو. يبقى ثواني بقى، السايد ده كله زيرو يبقى 1 تايمز 1 1، يعني الاجابه سي ان شاء الله. نشوف السؤال اللي بعده، نشوف السؤال اللي بعده عادي، ايه المشكله؟ اهو وادي كمان سؤال. هنا بيقول لي ايه يا جميل؟ بيقول انه دي اكس، دي اوفر دي اكس للكلام ده. دي اوفر دي اكس دي عشان هنحتاجها في ثالث درس، ده يعني ديريفاتيف. ده يعني ايه ديريفاتيف؟ طب ديريفاتيف الكلام ده خلاص بقى انت هتعمل بشكل مباشر، اللي هو ايه ديريفاتيف الانجل. ثواني بقى، ده انا كنت هقع في المحظور. هو مش ده كله كونستانت؟ ايوه. شوف انا اول ما قلت برضه، انا عايزك يعني تحضر النقاش اللي بيحصل فتستفيد. انا اول ما قلت ديريفاتيف الانجل لقيت ان ما فيهاش اكس، فبقت ايه؟ زيرو. يبقى ده كله بزيرو، يبقى الديريفاتيف كله يا جميل بزيرو. وان شاء الله نروح على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي دي اوفر دي اكس للكلام الجميل ده اللي هو 2 كوساين باور 2 اكس ماينس 1. اولا عشان تريح نفسك وتريحني معاك، هو 2 كوساين باور 2 ماينس 1 دي اللي هي كوساين دبل الانجل. كان في رولز بتاعت ساين دبل الانجل وكوساين دبل الانجل لازم تراجعها، موجود عندك في شيت الشرح للناس اللي حضرت الشرح في السنتر، انت موجود عندك الكلام ده في بدايه الدرس. 2 كوساين باور 2 اكس ماينس 1 يعني كوساين 2 اكس، يبقى ده انت عايز ديريفيتيف كوساين 2 اكس اللي هي ايه جميل؟ اللي هي نيجاتيف 2 كوساين 2 اكس، اللي هو الاختيار مين يا جميل الملامح؟ الاختيار سي. شوف السؤال اللي بعده على طول اللي هو كويستشن 10 دي اوفر دي اكس الكلام ده. هو اولا 1 بلس 10 باور 2 دي اللي هي بسيك باور 2 اول باور 3، فهتبقى سيك باور 2 اول باور 3 يعني 6 للاكس. ديريفاتيف الكلام ده اللي هي 6 sec باور 5x تايمز ديريفاتيف بقى السك، انا قلت كده ديريفاتيف بتاع الباور، ديريفاتيف السك بسك تان، يبقى ادي sec x tan x. بص بقى يا جميل، عشان دي حاجه مشهوره قوي في السك وفي الكوسك، انت عندك sec باور 5 تايمز sec بكام يا جميل؟ بsec باور 6، يبقى 6 sec باور 6 tan. تعال ندور 6 sec باور 6 tan. ايوه شكرا، انا شاطر وجاوبت وجبت الاختيار سي، هو الاختيار اللذيذ. question number 11، انت عندك دي اوفر دي اكس يعني ديريفيتيف الكلام ده. مستر انا عميال بالمستر، هو ازاي في ديريفيتيف هنا وديريفيتيف جوه؟ عادي والله، ما تعمل الديريفيتيف اللي جوه ده وبعدين تشوف ربنا هييسر بايه. ادي دي اوفر دي اكس واهو، وادي الاكس باور 2 بلس دي اوفر دي اكس للكلام ده، ديريفيتيف الاكس ب 1 يبقى ادي 1 بلس السك بسك اكس تان اكس. هنعمل ديريفيتيف للي موجود قدامنا ده، يبقى دي اوفر دي اكس يعني ديريفيتيف الاكس باور 2 2 اكس بلس ال1 ديريفيتيفها 0 يبقى خلاص ملهاش لازمه. السك اكس تان اكس ده فيرست وسكند، ديريفيتيف الفيرست اللي هو السك بسك تان يبقى بلس سك اكس تان اكس، وعلمك حاجه حلوه تايمز تان الاكس مع التان دي يبقى تان باور 2 بلس سك في ديريفيتيف الثانيه يبقى ادي سك اكس وديريفيتيف التان بسيك باور 2 مع السيك دي يبقى سيك باور 3 صح؟ صح جدا. طيب عندك ايه يا جميل؟ يبقى انا اخدت الاكس باور 2 ديريفيتيف بتاعها 2 اكس، ال1 ديريفيتيفها 0، السيك تان ده الديريفيتيف بتاعه ايه يا جميل؟ عباره عن سيك اكس تان اكس في تان يعني سيك في سيك باور 2 بلس سيك اكس تان، ديريفيتيف التان بسيك باور 2 تايمز السيك بسيك باور 3. طيب ما هو في حاجه هنا مهمه جدا لازم نبقى عارفينها، ايه هي؟ ان التان باور 2 دي عباره عن اهي ادي 2 اكس بلس سيك اكس، التان اهي سيك اكس، والتان دي عباره عن 1 ماينس تان الاكس، هي عباره عن سيك اكس ماينس تان اكس، سيك اكس ماينس تان اكس، سوري سيك اكس ماينس 1 اللي هي سيك باور 2
x minus 1 plus sec power 3. حاضر أنا موافق. لاحظ بقى يا جميل إن السيك دي هتدخل جوه فهيبقى 2x plus sec في sec power 2 بsec power 3 مع sec power 3 دي يبقى 2 sec power 3. وsec times 1 بنيجاتيف sec. الكلام ده فين في الاختيارات اللي هو الاختيار B. بس عشان تبقى عارف أنا عملت إيه، أنا شلت tan power 2x وحطيتها إن هي equals sec power 2x minus 1. من الرولز او الرولز بتاعت التريجنومتريك فانكشنز اللي احنا اصلا عودنا ان احنا نشتغل بيها بشكل مباشر. تعال نشوف بقى question 12. f of x equals 8x sin x cosine x cosine 2x. يا نهار ابيض، سؤال تافه جدا. بص يا جميل، سيبك من ال 8 وال x دلوقتي، دي sin x cosine x. اول ما تقابل في طريقك وانت ماشي sin x cosine x، دور على 2 جنبها. ليه؟ عشان تبقى 2 sin x cosine x اللي هي ساين دبل الانجل. طب ما احنا ممكن ناخد من الاد دي 4 بره و2 جوه، هتبقى 2 ساين اكس كوساين اكس. اشيل ده كله واقول مكانه ايه؟ ادي 4 اكس ساين 2 اكس كوساين 2 اكس. طيب نعمل ايه تاني؟ نفس الكلام، هاخد ال 4 دي هاخد منها 2 اكس بره، وفي 2 هتروح مع دول اللي هو ساين دبل الانجل، ودبل ال 2 اكس ب 4 اكس يبقى ساين 4 اكس. كده الديريفيتيف بقى ايه؟ بقى ألذ مما تتخيل. الديريفيتيف اللي هو الديريفيتيف الفيرست ب 2 ساين 4x بلس الديريفيتيف السكند اللي هو 4 تايمز 2x يعني 8x، وديريفيتيف الساين بكوساين 4x. هنيجي يا جميل نسبستيتيوت الx باي اوفر 8، فانت هتيجي تقول لي 2 ساين باي اوفر 8 تايمز 4 اللي هي باي اوفر 2 يعني 90. ساين ال 90 بكام؟ 1، يبقى 2 تايمز 1 ب 2 بلس 8x يعني 8 تايمز باي اوفر 8. ولاحظ حاجه بس هنا، 4x يعني 4 تايمز الكلام ده باي اوفر 2 اللي هي 90. حلو جميل. وكوساين ال 90 ب 0 يبقى ده كله ب 0، يبقى 2 تايمز 2 بلس 0 اللي هي ايكوالز 2. ده كان 12. هنا هنحط نمبر 13. نمبر 13 بيقول ديريفاتيف للكلام الجميل ده. طبعا انت شايف الكلام ده قدامك sec x minus 1 و sec x plus 1 difference between two squares، فبالتالي ده عبارة عن sec power 2x minus 1 و sec power 2x minus 1. انا لسه قايل ان هي ب 10 power 2، يعني انا عايز ديريفاتيف ال 10 power 2. عايز ديريفاتيف مين؟ ال 10 power 2. طب ديريفاتيف ال 10 power 2 بكام يا جميل؟ ب 2 tan x sec power 2x. هنا هي اصلا 10 باور 2، فده 2 tan x ده اللي هو ديريفيتيف الباور، وsec باور 2 اللي هو ديريفيتيف التان. 2 tan x sec باور 2x فين اهي؟ 2 sec باور 2 x tan x اللي هي الاختيار مين؟ الاختيار B. question 14، ديريفيتيف كوساين x وsec x. طب هو مش الكوسيك x دي عباره عن 1 اوفر ساين؟ طب ما تيجي نشيلها ونحط اوفر ساين. هتيجي تقول لي اه خلاص، ما هو كوساين اوفر ساين بكوتان، وديريفيتيف الكوتان بنيجاتيف كوسيك باور 2، يبقى نيجاتيف كوسيك باور 2 اللي هو الاختيار مين يا جميل الملامه؟ دي. السؤال اللي بعده question 15 بيقول لي y equal sin x sec الكلام ده. هنا بقى عايز اقول لك على قصه صغيره جدا عايزك تفهمها وانت شغال معايا. هنا في الريليتد انجلز، الريليتد انجلز. تعالى ننزل تحت كده نفضي مكان ونقول الريليتد انجلز علشان تاخدها معاك رول وتفضل شغال بيها طول عمرك. بص يا جميل، الريليتد انجلز عشان نشتغل عليها بنحدد الكوادرانتال انجلز اللي هم 0 والباي والباي اوفر 2 والنيجاتيف باي اوفر 2 او ال 3 باي اوفر 2. دي هي 3 باي اوفر 2. لو انت خدت اي انجل في السكند كواد هتبقى عباره عن يا اما باي اوفر 2 بلس الثيتا، يا اما باي ماينس الثيتا. لو خدت اي انجل هنا يعني في الثيرد كواد اهو، المفروض الانجل بتبقى باي اوفر 2 بلس الثيتا او باي ماينس الثيتا. طب لو هي في الفورث كواد، سوري اني اسف انا اخطات، ده في السكند كواد. طب لو هي في الثيرد كواد يا جميل الملامح، يا اما هتبقى باي بلس ثيتا، يا اما 3 باي اوفر 2 اللي هي 270 ماينس الثيتا. طب في الفورث كواد هتبقى يا اما 3 باي اوفر 2 بلس ثيتا، يا اما نيجاتيف ثيتا. طيب بعد كده لو انا استخدمت دي او دي او دي،
الساين والكوساين والتان والسك والكوسك والكوتان بتفضل على حالها، اللي بيتغير الإشارات. والإشارات هتغيرها إزاي؟ هنا كله نيجاتيف ما عدا الساين والكوسك بوزيتيف، هنا كله نيجاتيف ما عدا التان والكوتان نيجاتيف، وهنا اللي هي الاستيك رول يعني، وعندنا هنا الكوساين والسك هم اللي بوزيتيف والباقي كله نيجاتيف، وهنا كله بوزيتيف. طيب يا جميل، برضو الكلام ده فين يعني من هنا؟ الكلام ده بيوديني على حتة حلوة جدا ومهمة جدا، بتقول انه لو جينا اخدنا او لقينا قدامنا مثلا حاجة زي كده ساين باي ماينس ثيتا، هي نفسها ساين ثيتا، اشمعنى؟ بص يا جميل، فكر كده عشان مش هقعد اقول رولز كلها، بس انا هشرح لك حتة مهمة جدا هتحتاجها في كل فروع الماث، وبعد كده لما تيجي تشوف اي فيديو، عشان في ناس مثلا مش هيشوف الفيديو ده ويروح يدور على الدرس الثالث الرابع الخامس ال11 وات ايفر ما يكون الدرس يعني، وبعدين هيلاقيني بقول ريليتد انجلز، يقول لك الراجل ده ما بيشرحش، ما هو انت لازم تتفرج على كل حاجه كده عشان تستفيد وما تجيش ايه يعني تشتغل شغل انتقائي. انا هنا عندي ايه يا جميل؟ الملامح عندي حاجه مهمه جدا اللي هي عباره عن ساين الباي ماينس ثيتا. ساين الباي ماينس ثيتا ده اللي هو عباره عن ما يعني؟ باي ماينس ثيتا دي يعني في السكند كواد، والساين بوزيتيف يبقى هي بوزيتيف، والباي ما بتغيرش فهتفضل ساين. انما انا لو قلت لك كوساين الباي ماينس ثيتا هتقول لي الكوساين في السكند كواد نيجاتيف والكوساين ما بتتغيرش مع الباي. طبعا نفس الكلام بالنسبه للتان باي ماينس ثيتا، هتبقى نيجاتيف تان باي ماينس ثيتا. بص لو انت مش فاهم القصه دي كويس، درس الريليتد انجلز موجود في سكندري 1، موجود على قناه اليوتيوب، ممكن تدخل تسرش تكتب ريليتد انجلز وسكندري 1 وعيش ماث، هيطلع لك هتلاقيني شرحه في بدايه الاكسرسايز بتاع الدرس. طب ناخد مثلا فور اكزامبل حاجه هنا في الثيرد كواد، لو قال لي مثلا ساين الباي بلس ثيتا، الثيرد كواد الساين نيجاتيف يبقى هتبقى نيجاتيف والساين هتفضل ساين ثيتا. يا مستر نعم، انت ما قلتليش الباي اوفر 2 ولا 3 باي اوفر 2؟ يلا ناخد عليها اكزامبل. لو قال لي كوساين مثلا 3 باي اوفر 2 ماينس ثيتا، كده الكوساين في انهي كواد؟ 3 باي اوفر 2 ماينس ثيتا في الثيرد كواد، والكوساين نيجاتيف يبقى نيجاتيف. بس ثواني، كوساين مع 3 باي اوفر 2 هتقلب تبقى ساين، وطبعا زي ما انت عارف ان اللي بينطبق على الساين بينطبق على الكوسيك، واللي بينطبق على الكوساين بينطبق على السيك، واللي بينطبق على التان بينطبق على الكوتان. نرجع لسؤالنا بعد كل الرغي ده، ما احنا كنا بنقول ده علشان تطلع فاهم. خلي بالك انه سكندري 3 سهله ولذيذه وممتعه لو انت شغال فيها. سيك باي اوفر 2 ماينس الاكس، بص يا جميل، باي اوفر 2 ماينس الاكس في الفيرست كواد يعني هي بوزيتيف، وسيك مع الباي اوفر 2 هتقلب تبقى كوسيك، فهتبقى ساين الاكس كوسيك الاكس. ليه يا مستر؟ عشان باي اوفر 2 بتقلب السيك كوسيك والساين كوساين والتان كوتان والعكس. طيب ساين كوسيك ب 1 ليه؟ لان الكوسيك دي هي ريسيبروكال الساين يعني المقلوب بتاعها، فب 1، فبالتالي ده كله ب 1، يبقى الديريفيتيف بتاعه كام يا جميل الملامح؟ السؤال اللي بعده كويستشن 16، برضه نفس الكلام، كوساين الباي اوفر 2 ماينس الهاف الاكس ماينس 1 اوفر اكس، اني اسف، خلاص الموضوع بسيط، كوساين باي اوفر 2 ماينس يعني في الفيرست كواد بوزيتيف، كوساين هتقلب تبقى ساين، فهتبقى ساين ال 1 اوفر اكس. طب يلا نعمل بقى الديريفيتيف، ديريفيتيف ال 1 اوفر اكس، احنا قلنا ديريفيتيف ال 1 اوفر اكس بنيجاتيف 1 اوفر اكس باور 2، اللي هيسالني يقول لي جت منين؟ هقول له ما هي ال 1 اوفر اكس دي اكس باور نيجاتيف 1، هتنزل نيجاتيف 1 تايمز الاكس وتنقص من الباور 1 فهتبقى باور نيجاتيف 2. طيب جميل، انا موافق، انت زعلان ليه؟ يبقى اكس باور نيجاتيف 2 اللي هي دي. طيب ده ديريفيتيف الانجل يعني نيجاتيف 1 اوفر اكس باور 2، وديريفيتيف الساين بكوساين يبقى كوساين ال 1 اوفر اكس. فين الكلام ده؟ اهو نيجاتيف 1 اوفر اكس نيجاتيف 1 اوفر اكس باور 2 ساين. ركز بقى، ما جابهاليش كوساين، ما لقيتش الكلام ده في الاختيارات، اروح بقى واقول انا غلطان؟ لا، هركز علشان اشوف مين فيهم اللي ايكوال الكلام ده. لو انا قلت ان انا هشتغل على باي اوفر 2، مش دي نفسها لو خليتها باي اوفر 2 ماينس 1 اوفر اكس هتبقى ساين؟ ايوه. يجي واحد يقول لي ايه، عارف ان انا لو حليتها كده من الاول كانت هتجيب نفس الريزلت؟ هقول لك صح، انا موافق والله، كلامك سليم 100%. تمام، يبقى الاختيار سي هو الاختيار اللذيذ يا لذيذ. طيب نشوف question number 17. question number 17 بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان ال y equal sec الكلام ده. طيب الكلام ده او الانجل دي الديريفيتيف بتاعها بايه؟ بباي اوفر 4.
والسيك ديريفاتيفها بايه؟ بسيك باي اوفر 4 اكس تان باي اوفر 4 اكس. الديريفاتيف هو ده اللي هي باي اوفر 4 سيك باي اوفر 4 اكس تان باي اوفر 4 اكس. يعني الاختيار ايه هو الاختيار اللذيذ؟ question 18 بيقول لي ان سيك باي اوفر 4 اكس then dy over dx نفس الكلام. فاللي بالك انه sec باي اوفر 4 لوحدها كلها تايمز الاكس، يعني ده كونستانت. لو هي 3x ديريفاتيفها ايه؟ هيبقى 3. طب السيك باي اوفر 4 بكام؟ بروت 2. يبقى الاجابه دي كلها بروت 2، اللي هو الاختيار مين يا جميل؟ الاختيار دي. question 19 f of x equals f of x equals sec الx كوساين الx plus كوسيك الاكس ساين الاكس. معلش انا لو جيت بصيت، ما هو سيك في كوساين ب1 صح، عشان هما ريسيبروكال لبعض، وكوسيك ساين برضو ب1، يبقى 1 بلس 1 ب2. يبقى الاف اوف 13 باي اوفر 4 بلس اف داش. اولا الاف داش دي بزيرو، ليه؟ لان ده كله ب2 وده اصلا ب2. ليه ب2؟ ما هو كونستانت، مش الفانكشن طلعت في الاخر 1 بلس 1 2 whatever مكانه الانجل هتفضل 2. يبقى الاجابه 2 يا جميل، اللي هي الاختيار C. شوف السؤال اللي بعده اللي هو question number 20 y plus cotan x equal 0. يبقى دي y over dx. طب ما تودي دي هناك، يبقى ال y equals negative cotan x. derivative الكوتان بنيجاتيف كوسيك باور 2، مع النيجاتيف دي تبقى بوزيتيف، يبقى هتطلع ال y داش عباره عن كوسيك باور 2x. طيب خلاص انا دلوقتي فهمت، بس في مشكلة. ايه هي؟ مفيش الاختيار ده هنا. هنتعلم بقى حاجة جديدة. ايه هي يا جميل؟ الواي هتودي الكوتان هنا، فهتقول ان الواي باور 2 equals، لما تودي دي هتبقى نيجاتيف كوتان اللي هو ده، لما اعمل باور 2 هنا هتبقى واي باور 2، دي هتبقى كوتان باور 2. طب انت عايزها كوتان باور 2، هي كوسيك باور 2. مش الكوسيك باور 2 يا جميل المدام هي عبارة عن 1 بلس تان باور 2 بلس كوتان باور 2. والكوتان باور 2 قلت هي مين؟ واي باور 2. يبقى ده ب 1 بلس واي باور 2. انت عارف احنا عملنا ايه ولا انت مش واخد بالك؟ لا انا مش عارف ان انت شاطر واخد بالك. احنا عملنا ايه؟ انا حولت الاجابه من trigonometric function لشكل السؤال اللي هو in terms of 1 over 4 sec باور 2 x. يبقى دي واي اوفر دي x ايكوال كام؟ 4 تايمز 1 اوفر 4 ب 1، يبقى sec باور 3 x. derivative السك بسك تان صح؟ يبقى دي سيك اكس تان اكس، يعني من الاخر سيك باور 4 تان. طيب في سيك باور 4 تان؟ لا، بس في حاجه تاني، في مديني ان تيرمز اوف واي. ركز بقى يا جميل، انا لو انا عايز اجيب سيك باور 4 اكس تان اكس، النوعيه دي من الاسئله مهمه جدا، عايز اشوف الاختيارات دي واربطها بالاجابه. الاختيارات دي فيها ايه؟ فيها تان الاكس ماشي، وهو في هنا تان الاكس. السيك باور 4 دي ايكوالز كام يا جميل؟ السيك باور 4 ايكوال 4y. ازاي؟ ما انت هتاخد الكوارتر وتوديها هناك تبقى 4y، يعني انت في معلومه بتقول ان ال 4y ايكوال سيك باور 4x. يعني انت ممكن تشيل السيك باور 4 وتحط 4y، فهتبقى 4y تان الاكس، اللي هو الاختيار مين؟ الاختيار A. شوف السؤال اللذيذ اللي بعده اللي هو question 22 y equal cosec x minus cotan x في cosec x plus cotan x. The difference between two squares، يعني الأولاني باور 2 minus الثاني باور 2. cosec باور 2x minus cotan باور 2x الديريفيتيف إيه؟ قبل ما تقول ديريفيتيف هتقول لي أنا فاكر حضرتك قلت لي في بداية السيشن إن أنا cosec باور 2 cotan باور 2 ليهم اختصارة. cosec باور 2 دي أصلاً equal 1 plus cotan باور 2. يمكن كان عندنا نفس السؤال في الأول أو حاجة شبهه على التان والسك. صح؟ ده راح مع ده يا جميل، يبقى 1، يعني الديريفيتيف ده كله إن شاء الله إذا ربنا أراد بكام يا جميل الملامح؟ بزيرو. question 23 بيقول لي إن ال y equals الكلام الجميل اللي قدامي then dy over dx اللي هو الديريفيتيف. قبل ما أشتغل بقى على الكلام الجميل اللي قدامي هقول لك إن كوتان باور 2x minus 1 ده عبارة عن إيه؟ كوتان باور 2x minus 1 بكوتان باور 2x minus 1. مفيش حاجة. بس خلينا نقول حاجة تانية، ان احنا عندنا هنا ايه؟ كوتان اكس فوق وكوتان باور 2 ماينس 1. لو حاولت تختصر هتلاقي ان في مشكله هتواجهك. ايه هي؟ ان اللي تحت ده ملوش رول مثلا ثابته، كوتان باور 2 اكس ماينس 1
مفيش في الرولز حاجة زي كده. بس هتبدأ تفكر في السمبليفيكيشن عشان توصل للحل، بدلش تقول لي بقى الدينومينيتور باور 2 وتبدأ تشتغل، يعني حاول توفر على نفسك. هتقول ان انت عندك هنا 2 كوساين اكس على ساين اكس، وهنا عندك كوساين باور 2 اكس على ساين باور 2 اكس ماينس 1. ال 1 دي انا ممكن اخليها ساين باور 2 على ساين باور 2، فهخليها اهي ساين باور 2 اكس على ساين باور 2 اكس. طبعا عشان انت شاطر هتقول لي انا هعمل اختصار، او هاخد الساين باور 2 اكس دي كومن دينومينيتور وهطلعها فوق، فهتبقى فوق في النيومريتور، فهتبقى 2 كوساين اكس ساين باور 2 اكس على ساين اكس. خلي بالك انا خدت الاثنين دول، خدتهم كومن دينومينيتور وطلعتهم فوق، بقت فوق ف2 كوساين ساين باور 2 على ساين. هتقول لي اختصار، اه ما انا عارف ان في اختصار، بس انا عايزك تتعلم بالستبس. كوساين باور 2 ماينس ساين باور 2، خلي بالك بقى مش هكتب حاجه، بس انا عارف ان كوساين باور 2 ماينس ساين باور 2 بكوساين 2 اكس. حاضر، شكرا. هنا بقى في سمبليفيكيشن، الساين دي مع الباور 2، 2 كوساين اكس ساين اكس بساين باور 2، يعني ده ايكوال 2 ساين سوري اني اسف بساين 2 اكس، 2 كوساين ساين اللي هي ساين دبل الانجل، يعني ساين 2 اكس، يبقى دي ساين 2 اكس على كوساين 2 اكس. يا نهار ابيض، هو مش ده اصلا ايكوال تان 2 اكس؟ ايوه، يلا بقى نعمل ديريفيتيف، يلا نعمل ديريفيتيف. ديريفيتيف تان 2 اكس ب 2 سيك باور 2 2 اكس. فين في الاختيارات؟ اهو الاختيار ايه. عايزك تركز وتتعلم ازاي تفكر. اي سؤال انت ما بتحلوش وتشوف حله، لازم تقعد تفكر وتتامل في انك انت بتحل ازاي. يا شباب انتوا لسه في بدايه المنهج، ولسه عندكم طاقه، ولسه مش مضغوطين بامتحانات، فحاولوا تفكروا وتكتسبوا اكتر قدر من المهارات في الفتره الاولى. y equal sec power 6 3x plus tan 3x. derivative عادي، derivative السك ب 3 طبعا اللي هو derivative الانجل، وعندي هنا sec 3x tan 3x plus tan 3x derivative بايه؟ ادي 3 اللي هي derivative الانجل، والتان بالsec باور 2 3x. خلاص هتيجي تبص هنا هتلاقي ان في مشكله. ما تيجي تاخد common factor كده sec 3x common factor، هتاخد 3 sec 3x common factor، هيفضل لك ايه؟ tan 3x plus sec 3x. tan 3x plus sec 3x هي نفسها ال y، يبقى 3 sec 3x y. ايه الكلام ده؟ هي 3 y sec 3x اللي هو الاختيار مين؟ الاختيار A. السؤال اللي بعده question 25، سؤال جميل جدا، بيقول لي ان ال y equal cotan ax dy على dx plus الكلام ده. ما تيجي نجيب ال dy على dx، هيبقى عباره عن ايه؟ derivative الانجل ب a، يبقى a، والكوتان derivative ب a ب negative cosec power 2، يبقى negative a cosec power 2 ax. طب هو بيقول لي عايز ده plus 4 times ده، يبقى دي plus 4 times الكلام ده. خلي بالك بقى 4 times 1 ب 4، و 4 times y باور 2، يعني 4 times الكلام ده اللي هو بلس 4 y باور 2 اللي هي كوتان باور 2، يبقى ادي كوتان باور 2 ax. طيب انا لحد هنا كويس، انا لحد هنا ايه؟ كويس. خلي بالك هنا في كوتان باور 2 وهنا في نيجاتيف كوسيك باور 2، في علاقه بينهم. هو بيقول لك ان ده كله ايكوال زيرو، فانا طبيعي انك انت من دماغك كده هتشغل دماغك، هتلاقي نفسك بتقول ان ال a ب 4. تمام، ليه؟ علشان لازم يبقى الكومن فاكتور اللي هنا هو هنا هو هنا، عشان تعرف طبعا الكلام ده هو قال كله ايكوال زيرو. عشان تعرف تشتغل فلازم تعمل ده ديفايد ده ديفايد ده، ايه اللي بيحصل ده مش عارف، بس تمام. ديفايد 4 ديفايد 4 ديفايد ده هيديني، هيروح مع الزيرو اللي موجوده، اذا هنوصل لمرحله انه راح. بس انا هقول لك الستبس بقى. انت عندك رول بتقول ان الكوتان باور 2 ماينس الكوسيك باور 2 ايكوالز 1. تاني، كوتان باور 2 ماينس الكوسيك باور 2 ايكوال سوري نيجاتيف 1، صح؟ فانت لو وديت دي هناك، ال 4 دي هناك هتبقى نيجاتيف 4 ايكوالز،
وهاخد الكوتان باور 2 مع نيجاتيف الكوسيك باور 2 واحط نيجاتيف 1، يبقى الاي دي لازم تكون كام؟ 4، علشان تبقى نيجاتيف 4 واخدها كومن فاكتور، فتبقى نيجاتيف 4 في كوسيك باور سوري 4 في نيجاتيف كوسيك باور 2 بلس كوتان باور 2 اللي هي نيجاتيف 1 عشان تبقى نيجاتيف 4، يبقى الإجابة 4. طبعا سؤال حلو ولذيذ ومحتاج منك شوية تركيز. هنا بيقول لي sin باور 2 3x كوساين باور 2 3x بلس كوتان باور 2 3x. أولا sin باور 2 3x بلس كوساين باور 2 3x ب1، يبقى ده 1. 1 بلس كوتان باور 2 3x بسيك باور 2 3x، يبقى ده سوري كوسيك باور 2 3x. ديريفيتيف الكلام ده ايكوالز ايه؟ ايكوال 2 كوسيك 3x تايمز ال 3 اللي هو ديريفيتيف دي، يعني دي هتبقى 6. في ديريفيتيف الكوسيك اللي هي نيجاتيف كوسيك كوتان 3x. تاني تعال هشيل ده كله وابدأ من الأول. الكلام ده equal 1 plus كوتان باور 2، يعني كل ده equals كوسيك باور 2x. ما هو 1 plus كوتان باور 2 بكوسيك باور 2. ديريفيتيف الكوسيك باور 2 اهي كوسيك باور 2 3x، ديريفيتيفها بايه؟ equal ده الديريفيتيف، نيجاتيف علشان هي كوسيك، وعندك في 3 اللي هي بتاعت الانجل 3 اهي خليها على جنب، وفي 2 بتاعت الباور يبقى 3 تايمز 2 ب 6، وهتبقى كوسيك 3x. ديريفيتيف الكوسيك بكوسيك كوتان هي اللي انا حطيت النيجاتيف بتاعها، يبقى كوسيك هتبقى دي باور 2 وهنا كوتان 3x سوري. هو بيقول ان الديريفيتيف ايكوال a كوسيك باور 2 3x كوتان 3x، يبقى الـ a دي اللي هي مين؟ نيجاتيف 6 اللي هو الاختيار مين؟ الاختيار دي. والأسئلة إن شاء الله كلها سهلة ولذيذة. question 27 بيقول لي sec x cosec x على sec power 2x minus cosec power 2x minus sec power 2x. هنا هنتعامل إزاي مع السؤال؟ هنا عندك sec cosec وهنا cosec power 2 minus sec power 2. الكوسيك باور 2 ماينس السيك باور 2 ما فيش اي رول بتربط بينهم، صح؟ صح. لكن انا ممكن اعمل حاجة حلوة، ايه هي؟ تعال نعمل ملتبلاي ساين اكس كوساين اكس فوق وتحت. لو عملت ملتبلاي ساين اكس كوساين اكس، الكوساين هتشيل السيك والساين هتشيل الكوسيك فهيفضل 1. يعني انا عملت هنا ساين كوساين وهنا ساين كوساين. لما اعمل تايم ساين كوساين، خلي بالك ان ساين كوساين هتيجي هنا وهنا. ساين كوساين مع الكوسيك باور 2 هتشيل الكوسيك باور 2 دي، هتبقى عباره عن كوسيك تمام في ساين. عشان تبقى فاهمها كده خلينا نعملها لك على جنب. ادي ساين اكس وساين اكس في كوسيك باور 2. هي مش الكوسيك باور 2 دي عباره عن 1 على ساين باور 2. يعني الساين دي هتشيل الباور 2 فهتبقى كوساين على ساين بكوتان، يبقى دي هتبقى كوتان، يبقى انت عندك 1 اوفر كوتان اكس ماينس. دي عباره عن ايه يا جميل؟ دي عباره عن سيك باور 2، لما تعملها تايم ساين كوساين، الكوساين هتروح مع الباور 2 فهيفضل عندك ساين سيك اللي هي ساين على كوساين اللي هي تان، يبقى دي تان الاكس. طيب ده الاختصار اللي انا قدرت اوصل له. الاختصار ده برضو لسه غير قابل لانك انت تطبقه بشكل مباشر، بس تقدر تعمل حاجة، تقدر تقول ان كوتان ماينس تان اللي هي عبارة عن كوساين اكس على ساين اكس ماينس ساين اكس على كوساين اكس. طبعا لما تيجي تعمل ادينج هتعمل ده تايمز ده وهنا اللي هي لا، فهتبقى خلي بالك انا هشيل ده كده. انتوا عارفين طبعا الفكره بتاعت الكومن دينومينيتورز، انت بتعمل ايه؟ بتعمل كده لا، ده تايمز ده وده تايمز ده وده تايمز ده، ساين في كوساين بساين كوساين، صح؟ طب ما نطلعها فوق لان ده دينومينيتور اوف دينومينيتور هيطلع فوق، فانا هقول فوق في عندي ساين اكس كوساين اكس على، طبعا ممكن يبقى في اختصارات بس انا بحل باللي بيجي في بالي على طول. كوساين في كوساين بكوساين باور 2 وساين في ساين بساين باور 2. طب كوساين باور 2 ماينس ساين باور 2 بكوساين 2 اكس،
ودي يا جميل الملامح لو في جنبها 2 فهحط هاف تايمز 2 هتبقى ساين 2 اكس، يبقى ده ايكوال هاف ساين 2 اكس على كوساين 2 اكس بتان 2 اكس. انا عندي احساس ان كان في طريقه مختصره اكتر بس حلو مفيش مشكله، يلا جرب انت. يبقى ديريفيتيف الكلام ده ديريفيتيف الانجل اللي هو 2 تايمز الهاف راحوا مع بعض، والتان ديريفيتيف هاف سيك باور 2 اكس، فين سيك باور 2 2 اكس اللي هي الاختيار A. نشوف السؤال اللي بعده اللي هو question 28 يا جميل. في 28 هنا بيقول لي اذا كانت الاكس ايكوال تان الاكس ماينس ثيتا وهنا كوتان الاكس بلس ثيتا اف داش. طب هنا في ماينس وهنا في بلس وانت عندك مشكله. هي المشكله انك انت عندك multiply the two functions. برضو الموضوع بسيط، هو بيقول لي لما تكون الاكس ايكوال ثيتا يبقى انت لما تيجي تعمل ديريفيتيف هتبقى عباره عن الاولى عباره عن ايه؟ سيك باور 2 الاكس ماينس ثيتا في كوتان اكس بلس ثيتا، ده الديريفيتيف الاولاني في الثاني، بلس الديريفيتيف الثاني اللي هو الكوتان بنيجاتيف، يبقى نيجاتيف كوسيك باور 2 اكس بلس ثيتا في تان اكس ماينس ثيتا. خلصنا؟ خلصنا. كده هو بيقول لي ان الاكس ايكوال ثيتا هتبقى سيك، لما الاكس ايكوال ثيتا يبقى ده زيرو، وسيك زيرو يا جميل بكام؟ سيك ليه مقلوب الكوساين يعني 1 1 باور 2 ب 1، وكوتان اكس بلس ثيتا اللي يبقى دي كوتان 2 ثيتا. حاضر انا موافق. ماينس كوسيك اكس بلس ثيتا في تان اكس ماينس ثيتا، اكس ماينس ثيتا اللي هي بزيرو وتان زيرو بزيرو يبقى ده كله بزيرو فراح، يبقى الاجابه كوتان 2 ثيتا، وتان 2 ثيتا اللي هو الاختيار C. لاحظ انك انت لو تخضيت مش هتحل، انت لازم تمشي مع السؤال ستيب باي ستيب لحد ما توصل لمين؟ للحل الجميل اللي هيريحك. هنا بيقول لي السلوب اوف ذا كيرف واي، سلوب اوف ذا كيرف يعني ديريفيتيف، يعني عايز ديريفيتيف ده عند الاكس ايكوال زيرو. طبعا انت في الكالكليتر هتكتب ده على الكالكليتر تحولها تريج والسيك ما تنساش ان هي 1 اوفر كوساين وتحلت مشكلتك، لكن انا هحلها لك بستبس. عشان قلت ان ديريفيتيف الروت عباره عن denominator 2 تايمز الروت اللي هو x بلس sec x، وفوق ديريفيتيف اللي تحت الروت اللي هو عباره عن 1 بلس sec x tan x، هو عباره عن ايه؟ ده روت، يعني 2 تايمز الروت في الدينومينيتور وفوق ديريفيتيف اللي جوه الروت. طبعا انت عندك الاكس بزيرو، يبقى هتيجي تقول لي sec الاكس tan الاكس tan الزيرو بزيرو، تان زيرو زيرو، يبقى يا جميل الملامح ده كله زيرو بلس 1 يبقى 1 على 2 تايمز روت الاكس بزيرو يبقى ده زيرو، وسيكل زيرو ب 1 ليه؟ ما هي مقلوب الكوساين يبقى ب 1، يبقى هاف يعني ده كله ايكوالز هاف. خلي بالك بقى من هنا في حاجه، هو قال سلوب اوف ذا كيرف ما قالش ذا ميجر اوف انجل ذات ذا كيرف ميكس، لو قال الانجل كنت هتعمل شيفت هاف. طيب هنا بقى يا جميل limit will h approach to zero، ده ال definition بتاع مين؟ ده definition ال differentiation. يعني ايه definition ال differentiation؟ لما خدنا السنة اللي فاتت ال average rate of change قلنا ان هو عبارة عن ال derivative كان عبارة عن limit ال h approach to zero، هنا f of x plus h minus f of x، صح؟ هنا ال f اللي هي مين؟ كوتان. يبقى انت عايز derivative مين؟ الكوتان. derivative الكوتان بنيجاتيف كوسيك باور 2 اللي هو الاختيار مين؟ A. الدنيا سهله جدا، والكلام ده احنا ركزنا عليه في الشرح كتير واديتكم عليه اكزامبلز مختلفه. هنا عندك برضو نفس الكلام ليميت الاتش ابروتش تو زيرو يعني ديريفيتيف. طب ديريفيتيف مين؟ السك. ديريفيتيف السك بسك باور 2 سوري بسك تان، ادي سك اكس تان اكس. طب يا مستر ثواني، نعم يا قلب المستر، هي مش اكس، ده في باي اوفر 4 هنا وهنا، يبقى سك الباي اوفر 4 تان الباي اوفر 4، تان الباي اوفر 4 ب 1 وسك الباي اوفر 4 بروت 2، يبقى الاجابه A. طيب السؤال قبل الأخير في الهومورك من أول ليسن يقول لي الـ y equal 1 plus 10 x على 1 minus 10 x الديريفاتيف بتاعها هيبقى equals A. طبعا علشان نركز احنا عندنا function والfunction جميلة جدا وما فيهاش مشكلة 1 minus 10 على 1 plus 10، ده هنفكر فيه ازاي؟ هنربط الشكل ده بالادينج اوف تو انجلز في التان. هو احنا كان عندنا رول والكلام ده برضو انا قلته لكم في الشرح ووضحته، تان الاكس بلس واي هو عباره عن ايه؟
tan الاكس plus tan الواي على 1 minus tan الاكس tan الواي. طب انا لو افترضت دلوقتي انه tan الفيرست انجل اللي هو tan ال 45 عشان اشيله واحط مكانه 1، يعني شلت دي وحطيت مكانها tan 45، يبقى انا مش عرفت ان ده هو عباره عن tan الاكس بلس 45. سبحان الله، ازاي؟ جرب كده. يلا tan الاكس tan خلي 45 بلس اكس، معلش اهي يلا طبعا مش هتفرق 45 بلس اكس، tan 45 1 بلس tan الاكس اهي tan الاكس، وهنا 1 ماينس tan 45 1 تايمز tan الاكس يبقى tan الاكس. ايه ده يا نهار ابيض، هو ده؟ ما تقعدش تلف كتير. طب ديريفيتيف ده ايه؟ هو ديريفيتيف الانجل ب1 تايمز الكلام ده يبقى sec باور 2، اللي هي ديريفيتيف التام sec باور 2 اكس بلس 45 اللي هو الاختيار مين؟ بي. هنا عندنا سؤال كان في ال 2021، سؤال حلو جدا، بيقول لي الواي ايكوال تو sec الاكس بلس tan الاكس، وهنا الانجل موجود، عايز 1 اوفر واي دي واي اوفر دي اكس. طيب انا اول حاجه لازم اعملها هنا لازم افكر الكلام ده، طبعا كان عندنا تقريبا في الشرح بس احنا هنقوله. ديريفيتيف الروت هو عباره عن دينومينيتور كبير و2 تايمز الروت اللي هو 2 تايمز روت ال2 في sec x بلس tan x، وديريفيتيف اللي جوه الروت فوق اللي هو عباره عن 2، السك ديريفيتيفها ايه؟ خلي بالك انك لازم تحط 2 تفتح براكت، سك ديريفيتيفها sec x tan x، والتان ديريفيتيفها سك باور 2x. بالراحه كده يا جميل، ال2 راحت مع ال2، وخد سك كومن فاكتور هديك سك x في tan x بلس سك x، صح؟ عشان اخدت سك كومن فاكتور. على واحد يقول لي ال2 راحت، ال2 دي موجوده، خلي بالك يا جميل، عندك هنا روت وهنا في 2 وفي سك x بلس 10x. العلاقه بين ده وده ان ده روت وده الفاليو اللي تحت الروت كامله. بص يا جميل، انت لو عندك x اوفر روت الاكس، انت عارف دي ايكوال ايه؟ ايكوال روت الاكس. عارف ليه؟ يعني الاكس دي عباره عن روت الاكس في روت الاكس، واحده يروح مع اللي تحت، يعني ده كله هو عباره عن اولا الروت 2 طلعها لي لوحدها، فهتبقى او سيبها، سيب الروت 2 دي، ماشي الروت 2 دي خلينا نسيب هنا روت 2 تحت، يبقى انت عندك سيك اكس وعندك هنا روت 2، جميل، فضل الفاليو دي وتحت روت الفاليو دي، انا طلعت ال 2 بالروت، يبقى هيفضل روت، يبقى روت التان الاكس بلس سيك اكس، صح؟ صح. طب يا مستر، نعم يا قلبي المستر، الروت 2 دي انا عايز اخلص منها، اعمل تايمز روت 2 فوق وروت 2 تحت. شوف انا ماشي معاك ستيب باي ستيب، الاثنين دول هيطلعوا لي بهاف لان 2 تحت، ادي 2 وادي سك الاكس، وروت 2 دي لو دخلتها جوه الروت هتبقى روت 2 في تان الاكس سك الاكس اللي هي الفاليو دي اللي هي مين؟ اللي هي الواي، يبقى ده تايمز واي. يا نهار ابيض، يعني واي اوفر 2 تايمز سك الاكس، يعني واي اوفر 2 تايمز سك الاكس. اولا انت عندك الواي فين؟ ده هو عايز الدي واي اوفر دي اكس، ايوه اني اسف، ده كله دي واي اوفر دي اكس تايمز مين؟ تايمز ال1 اوفر واي، يبقى انت عندك 1 اوفر واي تايمز الكلام ده اللي هو واي اوفر 2 سك الاكس، الواي هتروح مع الواي هيفضل هاف سك الاكس اللي هي هاف سك الاكس اللي هو الاختيار مين؟ الاختيار سي. سؤال في لفه طويله، في لفه طويله بس مش مشكله، مش هتخسرني حاجه، تمشي ستيب باي ستيب، ترجع ستيب باي ستيب من الاول كده وتراجع علشان ما تغلطش، وبكده يبقى حلينا الاكسرسايز المتعلق باول درس اللي هو differentiation of trigonometric functions بفضل الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.